نعم. جزاك الله خير يا شيخ. قبل كل شيء يعني أود أن أقول أنه أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. اللهم اجعلنا من أحبابك. اللهم أمين. وأن أهلي وأولادي في الكويت يسلمون يعني يقرؤونك السلام. عليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. فأستسمحك بسؤالين اثنين إن شاء الله. السؤال الأول، وإن كان الأخوة لا يسمحون إلا بواحد. نحن ضيوف إن شاء الله، هذه أول مرة نحضر فيها. طيب. السؤال الأول يختص يعني بأهلي، أن العادة الشهرية أو الحيض عند المرأة له وقت معلوم، والمرأة تعرفه فتعرف توقيته. إذا كان نزل في أول يوم قليل من دم الحيض ثم انقطع في اليوم التالي في الخمس فروض كاملة، ثم استمر بشكل طبيعي في اليوم الثالث، فهل تقضي هذا اليوم أم يكون من ضمن الأيام المعدودة والمعروفة لديها؟ بعض أهل العلم رحمهم الله يقولون إن الانقطاع اليسير هذا يعني يوم من سبعة أيام ليس بشيء، يعني حكم الحيض، لأنه جرت العادة في كثير من النساء أنه يحصل لها جفاف في أثناء الحيض فيلحق به. وبعض العلماء يقول لا، إذا طهرت في يوم تغسل وتصلي، وإذا جاء الحيض تتوقف، وهذا فيه مشقة بلا شك. يعني لو فرض امرأة يأتيها يوم الحيض ويوم الدم أو يوم طهارة ويوم الحيض ويوم طهارة، في مشقة تغسل في الحيضة الواحدة ست سبع مرات. الصواب أن هذا حكم الحيض.